نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية بيومية لاناسيون، التي كتبت أن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز أكد خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على ضرورة دراسة إطار عام جديد لإعادة هيكلة الديون. وأشارت الجريدة إلى أن الرئيس سلط الضوء أيضا على تداعيات التدابير المتخذة لوقف تفشي فيروس كورونا على اقتصاد البلاد. وفي البرازيل كتبت يومية كوريو برازيليانسي أنه في الوقت الذي لا يظهر فيه وباء كورونا أي مؤشر على الهدنة ويهز أركان الاقتصاد العالمي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يتوقع فيه ركودا تاريخيا. وبحسب اليومية ذاتها، توقعت المؤسسة المالية الدولية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل ب 9.1%، مشيرة إلى أن هذه التقديرات أكثر تشاؤما من توقعات البنك المركزي والتي كانت في حدود 6.5%. وإلى يوم لا ريبوبليكا التي أفادت بأن الرئيس مارتين فيسكارا أعطى أرباب المصحات الخاصة مهلة من 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تخفيض تكاليف التكفل بمرضى كورونا وتوفير التطبيب لهم. ونقلت الجريدة عن الرئيس قوله أن ما تقترحه الحكومة لا يرضي المصحات الخاصة، وأنه طلب من وزير الصحة بذل قصارى جهوده للتوصل إلى اتفاق. ونختتم جولتنا بيومية الميركوريو الشيلية التي كتبت أن رئيسة المحكمة الدستورية ماريا لويزا براهام دعت إلى احترام الدستور، وذلك على خلفية الخلاف الدائر بين الكونغرس والسلطة التنفيذية بشأن بعض مشاريع القوانين. وأضافت اليومية أن لويزا براهام أكدت أن الدستور يكرس نظام الفصل بين السلط، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب دييغو باولسون ذكر أن البرلمان سلطة مستقلة عن الحكومة.